تاخذ عدل المقطع عدل المقطع وتفرج عدل من البدايه. اول ما حركت الصنع اول ما هدبته حاول اروح يمين برقبته فوق، يدك ثابته على المكان اللي انت تبغى تروح له، يعني يدي ثابته قدام للجهه اللي انا بروح لها، وحاول يروح يمين. مواكبتي له خليته يرجع يسار، انا ابغى اروح قدام، وحاول يروح شرق. مواجهتي مواكبتي له الصحيحه خليته يروح غرب، ثم يرجع الاتجاه اللي يبغاه. لو كان صرت خطا كان راح المكان اللي يبغاه او حرم او كان او انطلق.